جاءت فكرة إنشاء مراكز التدريب المهني بدعم من القيادة الهاشمية لإنتاج أجيال واعية مدربة بشكل مهني لإدخالها في سوق العمل وشق طريق الإنجاز وقيادة المستقبل بكل عزيمة والمقدرة على مجابهة كافة التحديات المعيشية والتي تواجهها الأجيال المختلفة. مركز الأميرة تغريد للتدريب المهني في إقليم الجنوب، إحنا من ضمن مراكز متعددة في المملكة تعنى بتأهيل وتدريب المتدربين في سن معين ضمن شروط معينة على برامج مختلفة وتخصصات مختلفة. بيتم وضع هاي البرامج والمستويات التدريبية من ناحية نظرية وناحية عملية، يتم التدريب وتلقي المعلومة داخل المركز في داخل المشاغل، وفيما بعد هناك مدة تنحصر في التدريب الميداني يتم طالب استكمال الدورة التي مختلفة في جميع التخصصات، كل تخصص دورة مختلفة، وفيما بعد يكون الطالب قد تأهل إلى سوق العمل. مع اختلاف متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، كانت التوجهات المجتمعية والحكومية تتجه بصوبها نحو تعزيز الشباب وتشجيعهم للالتحاق بمراكز التدريب المهنية وتعلم المهن المختلفة، خاصة مع ازدياد العمالة الوافدة في بعض القطاعات. التدريب المهني يفتح سوق العمل لأبنائنا وأبناء المجتمع المحلي، وأنه كمان بزيد فرص العمل لأي واحد بيقلب من الأكاديميا إلى مهنيا. مراكز التدريب المهني بتأمن الطلاب حسب الوظائف المتوفرة لهم. إرادة وإصرار على تحقيق الإنجاز والاعتماد على أذرع البناء الذاتية كانت هي العناوين الأبرز التي عززتها مراكز التدريب المهني في مختلف محافظات المملكة.